طيب الآن ننتقل إخواني إلى العلامات التي نتعرف بها على الساحر، كيف نفرق بين الساحر ذلك الإنسان الخبيث الذي يستغيث ويستعين بالجن وبالشياطين، وبين ذلك الراقي الذي يسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك علامات. العلامة الأولى أن الساحر دائما يطلب من المريض اسمه واسم أمه، فإذا دخلت عند رجل يتظاهر بأنه راقي أو امرأة تتظاهر بأنها راقية وطلبت منك اسمك واسم أمك، فاعلم أنهم سحرة يستعينون ويستغيثون بالجن عياذا بالله تعالى. العلامة الثانية التي نعرف بها الساحر أنه دائما يطلب أثرا من المريض، يطلب كشعرة من شعراته أو قطعة من ملابسه أو صورته وغير ذلك من الآثار التي غالبا ما يكون فيها عرق هذا المريض. هذه العلامة الثانية التي تبين لنا أن هذا ساحر أو ساحرة. العلامة الثالثة، تجد أن الساحر الذي يتظاهر بأنه راقي دائما يستخدم كلاما غير مفهوم وطلاسم غير معروفة، وقد يصاحبها قراءة قرآن، لكن ليس هذا هو الأصل، إنما تعرفه بأنه دائما يتكلم بكلام غير مفهوم وطلاسم غير معروفة. العلامة الرابعة أنه يقوم بإعطائك التمائم المتنوعة التي قد تحتوي على أرقام وحروف ومربعات وكلمات غير مفهومة، وبعض الأسماء الغير معروفة وهي أصلا أسماء للجن، كاسم مثلا شمهرير وهمشوش وشمشوش وغيرها من الأسماء التي قد يخلطها بكتابة بعض السور من كتاب الله عز وجل. قد تكون السور مقطعة أو ناقصة الأحرف أو غير منقوطة أو مقلوبة أو غير صحيحة أو معكوسة، أو بعض الكلمات والرموز الغريبة وبعض الصور كصور الأفاعي الصغيرة والعقارب، وخاصة ما يطلقون عليه اسم العهود السليمانية السبعة. تعرف الساحر أنه يعطيك التمائم التي فيها بعض الآيات القرآنية وبعض الأسماء الغريبة كما ذكرنا ذلك. العلامة الخامسة التي نعرف بها السحرة الملاعين، نجد أنه دائما ينفث في الماء إما في قدر كبير، ويقوم بقراءة بعض الطلاسم وبعض الكلمات غير المفهومة. إضافة إلى العلامة السادسة التي نستطيع أن نعرف بها الساحر أنه دائما يستخدم العقد، يعقد إما بالخيط أو بالحبل، وتجده ينفث ويقوم ببعض الكلمات الغير مفهومة وببعض الطلاسم ثم يعقد وينفث. هذه من علامات السحرة. العلامة السابعة أحبابي في الله أنه يكثر من إطلاق البخور، وهذا البخور هو لاستحضار الشياطين، وقد تسمع أصوات غريبة كصوت أجنحة، أصوات أجنحة تخفق فوق رأسك، أو قد تسمع كلام في الغرفة، أو تسمع طرقا شديدا أو بسيطا. هذه كذلك من العلامات التي نعرف بها الساحر. من العلامات الواضحة على الساحر هو أنك إذا دخلت على مكانه وجدت قذارة المكان الذي يستخدمه الساحر، وقذارة الساحر نفسه في ثيابه وفي هيئته وفي بيته، هذه علامة قوية تدلل لك أن هذا هو ساحر وليس براقي، وإن كان يتظاهر لك بقراءة بعض الآيات القرآنية. العلامة التاسعة على معرفة الساحر الانزواء إلى غرفة مظلمة، وذلك للتحدث مع الشياطين. دائما يدخل في غرف مظلمة يتركك ويذهب إلى غرفة أخرى مظلمة لكي يتحدث مع الشياطين، إضافة إلى أنه يطلب منك القيام ببعض الأمور الكفرية والشركية، يقول لك اذبح دجاجة سوداء أو اذبح خروفا أسود، غالبا يقول لك من دون تسمية طبعا، وهذا الذبح ما قصد إلا للشياطين عياذا بالله. الحادي عشر، وهو أنهم يستغلون المرضى من الناحية المادية ويطلبون الأموال الطائلة. لاحظ، يطلبون الأموال الطائلة، إضافة إلى أن الساحر يتميز بالخلوة بالنساء دون رادع ديني أو وازع أخلاقي، دائما يخلو بالمرأة، بينما الراقي الذي يسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو بالمرأة أبدا، وإنما تأتي بوليها ويأمرها أن تتحجب وأن تتمكن من نفسها حتى لا تتكشف. الساحر أحيانا يطلب فعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن يأمرك بأن تقطع شجرة السدر من المنزل، يقول لك مثلا اذهب وقت الهدهد أو اذهب وقت الضفدع، وكل هذه الأمور هي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا تجد الساحر يقوم بإحضار السحر، وذلك عن طريق إحضار وعاء كبير فيه ماء، ويقوم بعقد التمائم والعزائم كما ذكرنا،
وكل هذا استخدام للشياطين والجن. يقوم أحيانا بفعل أعمال غريبة كاستخدام الحبل، يقوم بقياسات بالحبل ويزعمون أنه إذا كان الحبل طويل فأنت مصاب بالعين، وإذا كان الحبل قصير فأنت مصاب بالسحر، وإن كان الحبل كما هو لم يصبح فيه طول ولم يقصر فأنت فيك مرض عضوي تحتاج إلى الذهاب للمستشفيات. هذه من العلامات التي نعرف بها الساحر، إضافة إلى أن هناك علامة مهمة، وهو أن الساحر دائما تجد أنه يستخدم النجاسات كالبول والحيعطاء، غالبا النساء بعض هذه الأشياء النجسة. من علامات الساحر كذلك أنه يطلب من المريض أن يعتزل الناس فترة، يقول لك اعتزل الناس، لا تقابل الناس، ادخل في غرفة مظلمة لا يدخلها شمس. هذه الحقيقة يسميها العامة بالحجبة أو الحجبة أو الخلوة، فإذا دخلت عند راقي يتظاهر أنه من الرقاة ويقول لك لابد أن تعتزل الناس وأن تدخل في غرفة لا يدخل فيها شمس، فاعلم أنه من السحرة الخبثاء. كذلك من العلامات أن الساحر يطلب من المريض أن لا يمس الماء لمدة طويلة قد تصل إلى 40 يوم، فإذا قال لك الراقي لا تغتسل بالماء لمدة 40 يوم أو لمدة أسبوع أو لمدة أسبوعان، فاعلم أنه ساحر خبيث. أحيانا يطلب الساحر من المريض أن يقوم بدفن أشياء في الأرض، أو يعطيك بعض الأشياء السائلة ويقول لك ادفنها في مكان، أو يعطيك بيضا فاسد ويقول لك ادفن تحت عتبة الأبواب أو المنازل، وكل ذلك لابد أن تعلم أخي في الله أن الساحر قد نفث فيه نفثا خبيثا بريقه الخبيث لكي تحضر الشياطين عياذا بالله تعالى. أحيانا يقوم الساحر بإعطاء المريض أوراقا ويطلب من المريض أن يحرقها ويتبخر بها، هذه من العلامات التي نعرف بها الساحر. أحيانا يكتب حروف مقطعة وطلاسم صغيرة وحروف مفككة ويطلب هذا الساحر من هذا المريض أن يذيبها في الماء ثم يشربها، هذه من علامات التي نعرف بها الساحر. أحيانا هذا الساحر يعطي بعض المعلومات الحقيقية الواقعة في حياة المريض فيتفاجأ هذا المريض، وهذا دليل على أنه ساحر خبيث يستعين بالجن عياذا بالله تعالى. إضافة إلى العلامة الأخيرة وهي ظهور علامة الفسق على الساحر، تدخل على راقي تظن أنه راقي وإذا به تجد على وجهه وعلى هيئته علامات الفسق، مثل حلق اللحية وإسبال الثوب وإطالة الشارب والتكاسل عن صلاة الجماعة وغيرها، هذه العلامات علامات تدل على أن الذي أمامك هو ساحر خبيث يستعين بالشياطين والجن وليس براقي يقرأ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.